السلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم. قل إنما أعظكم بواحدة. أعظكم بواحدة إيش يا حج؟ ماشي يعني فيش تناقض. أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. لاحظوا الكلام على فكرة موجه لأهل الشرك، الكلام موجه لأهل الشرك. المطلوب قضية واحدة. انتوا الان بتتهموا محمد صلى الله عليه وسلم وبتتقولوا وبتقولوا ساحر مجنون الى اخره. المطلوب فقط قضية واحدة، ان تقوموا لله، هاي اول واحدة. المقصود يكون في تجرد، اللي بسموها اليوم موضوعية، تجرد، اخلاص، رغبة في الوصول للحقيقة. يعني يكون هدف الانسان الوصول للحق، هاي اول قضية. ان تقوموا لله يعني يكون غرضكم الوصول للحقيقة. مثنى على صورة مثنى يعني اثنين. لاحظوا لما بكون اثنين وبتداولوا الفكرة بين بعضهم يبدو هذا اقرب الى الوصول للنتائج. وفرادة الان يخلو الانسان لنفسه، وهذا على فكرة بيعني انه مثل هذه القضايا اياكم تناقشوها بشكل جماهيري. دائما الجماهير على فكرة بتمشي مع العواطف، والصوت العالي هو اللي بيطغى. مثل هذه المسائل كأن القرآن بيوجه الناس كيف ممكن يتوصلوا للحقائق ويعرفوا الحقيقة. اذا بدي اكون من خلال اصوات الجماهير، الجماهير بتسوق له حيث ذهبت. لذلك دائما اذا بتلاحظوا الناس بنظروا للاغلبية الاراء، مين الاغلبية، وبيمشوا معها. وكثير من الناس يظن ان الاغلبية هي الحق، بظن ان الاغلبية هي الحق. هون حتى توصلوا للحقيقة، الخطاب كان لأهل الشرك، حتى توصلوا للحقيقة اولا تكونوا متجردين، قصدكم الوصول للحق. اثنين، حاولوا تناقشوا القضية اثنين. شو يعني اثنين؟ بعيد عن الغوغاء والضوضاء والتعثر بالكثرة. اثنين او لوحده، هاي ثاني قضية. اذا القضية الاولى التجرد والرغبة في الوصول للحق. اثنين، مناقشة القضية بصورة ثنائية في محاولة الوصول للحقيقة، او فردية بينه وبين نفسه الانسان يتساءل. قل انما اعظكم بواحدة، ان تقوموا لله مثنى وفرادى. طيب ثم تتفكروا، بعدين بتصيروا تدرسوا النتائج وتتفكروا وتتدبروا مشان توصلوا للحقيقة. وقتها بتوصلوا للحقيقة. هنا اذا صحيح الكلام كان موجه ابتداء لاهل الشرك اذا بتلاحظوا، لكن هنا الله سبحانه وتعالى يربينا وبكشف لنا سر من الاسرار. اذا بنستطيع نوجه الناس بشكل عام لاداب كيف ممكن يناقشوا الافكار، كيف يكون في حوار. من الاولى الافكار ما تناقش هكذا في الاسواق، ولا تناقش في ضوء يعني بشكل جماعي فوضوي. لا، مثل هذه الامور اذا بشكل ثنائي بين الانسان وبين نفسه، ثم التفكر، وقتها ممكن الناس توصل للحقيقة. قل انما اعظكم بواحدة، ان تقوموا لله، اي الاخلاص والتجرد، مثنى وفرادى
ابعدوا عن النقاش الجماعي. بتلاحظوا الناس لما بتتجادل بصيغة جماعة بوصلوش للحق، بوصلوش للحق، كل واحد بصير بده ينتصر لنفسه، وبتصير الرغبة ايش؟ الرغبة انه يبين قدام الناس. لكن لاحظ قديش بتكون الامور سهلة لما بتكون انت والانسان لوحدك، انت واحد او انت مع نفسك، انت مع نفسك او انت واحد، سهل جدا توصل للحقيقة. اذا بنتباطح امام الناس بصير كل انسان يتعصب لفكرته، وكل انسان بتعصب لجماعته. اذا قل انما اعظكم بواحدة، ان تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا، عندها بتوصلوا للنتيجة. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم.